السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، وياكم إيلاف أحمد. وبهذا اللسن راح نشرح عن استعمال Node MCU with Analog Onboard. مثل ما شرحنا بالدروس السابقة أنه Node MCU يحتوي على Analog Onboard واحد، واللي هو نرمز له بالA صفر. نعم، أكو فقط Analog Onboard واحد بالنود MCU اللي هو ESP8266-E، فقط Analog Onboard واحد اللي يرمز له بالA0. هنا بهذا اللسن راح نستعمل Analog Onboard اللي هو البوتنشيميتر. طبعا أكو يعني أنواع أخرى غير البوتنشيميتر، أكو حساسات أنالوج مثل حساس الحرارة عندنا، أيضا يعتبر أكو أنواع من عندها أنالوج نقدر نستعملها بدل البوتنشيميتر، ونقرأ القيم الأنالوج مالتنا ونربطها أيضا نفس الربط اللي هسه راح نشوف شلون نربط البوتنشيميتر ويا نود MCU. نجي نشوف البوتنشيميتر. البوتنشيميتر تتكون عبارة عن 3 بنات بيها. إذا هنا نرمز لها بالـ A, W والـ B. الـ A والـ B هي عبارة عن مقاومة ثابتة، قيمتها تكون ثابتة حسب القيمة نحددها، أكو 10 كيلو، 5 كيلو، حسب ما موجود على المقاومة. طبعا المقاومة بعضها يكون يعني أكثريتها يكون مكتوب عليها القيمة، مثلا هذا النوعية هسه أمامنا يكون مكتوب عليها 10 كيلو، 5 كيلو، 100 كيلو توصل، حسب المقاومة اللي احنا نحتاجها. طبعا الـ A والـ B هي قيمة المقاومة تكون ثابتة ما تتغير. أما الـ W فهو عبارة عن contact يكون متحرك، من خلاله أقدر أغير قيمة المقاومة، يعني كل ما أحركه يمين أو يسار راح تتغير قيمة المقاومة، تزيد أو تقل. هاي المقاومة تغير، هي يعني أمامكم هي يعني أكثريتها تكون نفس التصميم، كل أكثريتها تكون عبارة عن 3 بن، و2 بنات تكون ثابتة اللي من خلالها راح أدخل الفولتية، وبالإضافة إلى إنه البن الثالث اللي هو يكون عبارة عن كونتاكت متحرك من خلاله اللي أغير قيمة المقاومة. من خلال انه انا ازيد قيمة المقاومة او اقللها. طبعا الربط بالنسبة للمقاومة شون راح يكون؟ المقاومة هنا عندي الـ A والـ B، قلنا هاي ثابتة، فاذا من خلال هاي الـ A والـ B انه انا احتاج فولتية، فاذا انه احتاج اربط الفولتية الموجب والسالب، فنختار اما نربط هنا فولتية الموجب وهنا نربط السالب، أو نعكسها نربط هنا السالب أو نقدر نربط هنا الموجب. هاي بالنسبة للمقاومة الثابتة اللي هي أطرافها تكون A و B. أما الـ W اللي هنا رمزية لـ W اللي هو قلنا الكوندكت المتغير من خلال راح أغير المقاومة، من هنا راح أربطه بالـ A نوت. بالأي نوت اللي من خلالها نانا بالنود MCU راح أربطه بالأي نوت اللي هو البن الأنالوج، إذا من خلاله راح أني أدخل قيمة المقاومة إلى داخل النود MCU وأقدر أعرضها أو أقدر أستخدمها بأي تطبيق. هذا يكون الربط، يعني ربط سهل ما بشي، إنه هو بس مجرد عبارة عن فولتية، أربط الأطراف الفولتية والسالب أربطها على الأطراف مال المقاومة، بالإضافة إلى أنه الطرف اللي بالوسط راح يكون هو المتغير واللي أربطه أني بالبن مال النود MCU اللي هو A0. هذا التصميم يعني بالنسبة لهاي الشكل المقاومة. طبعا هي أكو أنواع من المقاومات، بس إذا نشوف أنه هاي أنواع أخرى من المقاومات، يعني هي نفس الفكرة ولكن تكون أشكالها متغيرة، مثلا هذا الشكل عندنا هذا يكون شكل يعني هيجي صغير، هذا الشكل تقريبا نفس الشكل اللي شفناه بس مجرد هنا يكون أطول،
يعني هاي كل أكترتها نفس الشيء، بس يعني إذا نشوف إنه هاي البنات عندناها متلاطة، إذا هنا نشوف دائما الداتا شيت مالتها إنه احتمال ما تكون نفس الترتيب، يعني ما تكون نفس الترتيب إنه هنا A W B، يعني احتمال تتغير. فهنا بس انتبهوا يعني عليها حتى تربطوا بصورة صحيحة، ولكن هي نفس الفكرة. نجي على بالنسبة للكومبوننت اللي نحتاجها بهذا الليسن. طبعا نحتاج احنا نود ام سي يو بالاضافة للكيبل حتى اربطه بالحاسبة، بالاضافة الى انه انا احتاج بوتنشيميتر. بوتنشيميتر حسب القيمة اللي تريدوها، 10 كيلو، 5 كيلو، كيفكم. يعني ما نتقيد احنا بهذا الليسن، لان مجرد انه احنا فقط راح نعرض قيمة المقاومة على السيريال مونيتور مال اردوينو اي دي. راح نشوف شون راح تقري قيمة المقاومة. قبل ما نبدي انه هنا عدي اني الاي، يعني الاي نوت هو الاي نوت هو عبارة انه يوجد عليه اللي هو تحويل. يعني الاي نوت موجود على الطرف مالته، هذا نرجع له، انه موجود على الطرف مالته analog to digital converter. واللي كنا يعني بالدرس السابق انه هو يكون 10 بت، 10 بت. اذن موجود هنا، يعني من تدخل حتى يفتح يقدر يقراها النود ام سي يو، هنا عندي انالوج ديجيتال كونفرتر حتى يحول لي قيمة الانالوج الى ديجيتال، من خلال يقدر يسوي يعني معالجة للقيم اللي دي تقراها. هنا عندي اي اس بي هو عبارة عن مايكرو كنترولر يفتهم فقط الديجيتال انبوت. فهنا يوجد انالوج ديجيتال كونفرتر اللي هو يكون الدقة مالته 10 بت، اذا راح يقرا لي القيم اللي هي تكون من 0 الى 1024، من 0 الى 1024 قيمة، لأنه 2 أس 10 اللي هي تكون 1024 قيمة. فهنا هاي بالنسبة يعني للأنالوج أنبوت بالنسبة للنود أم سي يو اللي هو ESP12E. طبعا هو أكو احتمال أكو أنواع تكون أكثر من 10 بت، توصل يعني قيم أكثر من 24، من 0 إلى 24، يعني حسب النوعية اللي نستعملها، ولكن إحنا هنا تكون 10 بت الدقة مالته، وتكون من 0 إلى 1024 قيمة. يعطيني هسه طبعا من نقراها راح نشوف إنه هو يعطيني قيم، إذا كانت المقاومة 0 فيعطيني 0، وإذا كانت المقاومة مثلا أعلى قيمة تعطيني 1024. نرجع إلى إنه قبل ما نقرأ الكود مالتنا، خلينا نشوف الربط بالنسبة للمقاومة. الربط مثل ما شرحنا إنه يتكون من 3 بنات، قلنا نربط على الأطراف بالنهايات، نربط أما طرف موجب نربط طرف موجب، ونربط الطرف الآخر نربط بالسالب الجراوند، أو نعكسه نقدر أستاذني هم نعكسه نفس الشيء. يعني أيضا يعني مجرد فقط إنه يعني دوران مع المقاومة راح يتغير. مثلا هنا الدوران كل ما كان من جهة الموجب راح تزيد قيمة المقاومة، وكل ما كان من جهة السالب راح تقل قيمة المقاومة. إذا عكسناها راح تنعكس الحالة. إذا نربط 3.3 فولت على طرف، والجراوند على الطرف الآخر. أما الطرف بالوسط هنا نربط إنه نربطه بالبين الأنالوج اللي هو A0، حتى من خلاله إنه راح أدخل قيمة المقاومة. نجي بعدها بعد ما ربطنا الدائرة، بعدها نكتب الكود. راح نشرح الكود حتى فقط ونشوف التنفيذ حتى لا يكون الفيديو طويل علينا. أول شيء مثل ما شرحنا بالفيديو السابق إنه أول شيء إنه نعرف البن.
فنعرف التايب مالته انتجر انالوج بين 0، هنا معناته انه هو A0. بعدها هاي الخطوة تكون اختيارية، كتبناها او ما كتبناها بالكود ما تأثر، يعني هو باي ديفولت راح يعرفها، فقط يعني اللي حاب انه يكتبها تكون يعني اختيارية بالنسبة انه ADC mode اللي هو دا نقول انه ADC ايضا شارحة T out، هاي فقط انه دا عرف انه اني دا استعمل الانالوج انبوت، لكن يعني هاي تكون اختيارية، يعني اكثر الكودات ما نكتبها. قلنا اول شيء عرفنا اللي هو سميته انالوج بن، بعدها نجي على الفويد سيت اب. فويد سيت اب كنا احنا راح نسوي سيت اب البرنامج، راح نستعمل serial.begin. serial.begin هاي من خلالها انه حتى اقدر استعمل السيريال مونيتور مال الاردوينو اي دي، اللي هي تكون بهاي الشكل، تكون هنا هاي النافذة، من اضغط عليها بعد ما احمل البرنامج الى داخل النود ام سي يو اسوي له ابلودينج، يعني يكون مربوط النود ام سي يو ودا احمل البرنامج عليه، اقدر من خلاله بعد ما اضغط على هاي البوتون اقدر افتح سيريال مونيتور اللي هسه نشوفها بالبرنامج. يعني هسه بالفيديو هاي يكون تشوفون انه شلون السيريال مونيتور راح تعرض لي قيمة الانالوج انبوت اللي هي مربوطة ويا البوتنشيميتر. نجي نعرف سيريال دوت بيكن 9600 اللي هي نقصد بها سرعة النقل بين البي سي والنود ام سي يو. نانا استعملنا 9600، بعدها سوينا سيريال دوت بيجن، سوينا سيت اب للسيريال مونيتور، عرفت ان البود ريت اللي هي سرعة النقل بين البي سي والنود ام سي يو. بعدها روح الى الفويد لوب. طبعا هنا بشوفون انه ما عرفت البين مود، هنا بالانالوج انبوت ما نحتاج انه نعرف بين مود، مجرد فقط يعني هي اثناء البرنامج راح يعرفها، فانا ما احتاج انه هنا أنا اقول بين مود البين واقول عليه انالوج، فهنا أنا ما نحتاج احنا، او اعرفه انه هو عبارة يعني هنا أنا اي مثلا اي نوت واكتب هنا اوتبوت او انبوت، فهنا ما نحتاج بالنسبة للانالوج، ولكن بالنسبة للديجيتال لا نحتاج، لان هو مباشرة راح يعرفه انه هو من اكتب اي نوت راح مباشرة يعرفه انه هو انالوج وانبوت، فما نحتاج احنا نعرف بين مود. نجي على الفويد لوب انالوج بين احنا معرفين، طبعا هنا هاي عفوا هنا الانالوج بين هنا قصد بها الصفر اللي هي طيت initial، نانا initial مو عرفت البن، نانا initial عرفت يعني طيت قيمة صفر حتى من خلالها حتى بعدها انه ادخل بالقيم الانالوج. ف analog بن analog read، analog read هاي الفاكشن اللي من خلالها راح اقرا القيمه اللي هي من الـ A0، هاي الفاكشن استعملها حتى اقرا القيم الانالوج واحطه بداخل قوسين اللي هي الـ A0، بعدها اريد اطبع على السيريال مونيتور سيريال دوت برنت بين قوسين احط سيريال دوت برنت، يعني هاي استعملها حتى اطبع على السيريال، يعني هذا اقول له اطبع لي هاي التكست اللي هو انالوج بن، احطها بين دبل كوتيشن، طبعا هنا راح يطبع لي كتكست حسب ما اكتب اني بين الدبل كوتيشن راح يطبع لي كتكست، بعدها يطبع لي سيريال دوت برنت انالوج بن، انالوج بن اللي هو نقصد به الانالوج بن اللي اني قريته،
هالقيم بدي أخزنها بالأنقبين راح يطبع ليها، راح ياخذ بعدها ديلي واحد ثانية ويرجع يعيد الكرة مال اللوب اللي هو بعدها راح يقرأ لي من الأي نوت، وأيضا يطبع لي القيم اللي بدي أقرأها. طبعا مثل ما قلنا إنه بعد ما أحمل أسوي فيريفاي للبرنامج، بعدها أسوي له أبلودينج مثل ما تعلمنا بالدرس السابق إنه شلون أسوي أبلودينج. بعد ما أربط النود أم سي بالحاسبة راح نجي بعد ما يسوي لي دون أبلودينج راح نروح، يعني انتبه إنه صار دون أبلودينج، بعدها نروح على البوتون مال السيريال مونيتور نضغط عليها راح تنفتح لنا واجهة هنا اللي هي من خلالها راح يبدي يطبع لي القيم مال الأي مال البوتون شيميتر. هسه نجي نشوف الفيديو طريقة التنفيذ. شوفوا على الواجهة، هسه نجي شوفوا هاي الواجهة، راح بعد ما نضغط عليها راح تفتح لي هاي الواجهة اللي أمامكم. شوفوا راح يبدي يطبع لي رأسا القيم مالتي. طبعا ننتبه إنه تكون هنا هاي الباوند ريت، إنه يكون نفس الباوند ريت اللي أنا كاتبته بالبرنامج. يعني هنا المفروض مكتوب هنا 9600، لأنه أنا شنو مختارة بالبرنامج 9600، حتى تكون نفس السرعة اللي أنا أنقل بيها بين الحاسبة والنود أم سي. يعني هنا احتمال ما يطلع لكم أوتبوت لأنه هنا مختارين الباوند ريت يختلف، فهنا لازم نسوي نفس الباوند ريت بين البرنامج وهنا بين السيريال مونيتور. انتبهوا لهاي كلش مهمة، دائما نصير بها أخطاء. هسه نكمل الفيديو، راح أبدي أغير قيمة المقاومة. شوفوا شلون قيمة المقاومة من زادت وصلت 1024. هسه أبدي أقللها، أبدي تقلل المقاومة، أبدي أزيدها. طبعا هنا رابط هذا الموجب، راح يكون هذا الموجب، هذا السالب، وهذا البن باللون الأخضر، هذا راح يكون البن. هاي وصلنا إلى نهاية اللسن. بعد ما شرحنا الانالوج انبوت شلون نستعملها، طبعا نقدر نستعمل انالوج انبوت غير البوتنشيميتر مثل حساسات، حساس الحرارة، اكو انواع ايضا من الحساسات اللي تكون انالوج واللي اربطها ويا الاي نوت. اتمنى انه استفادتوا من هذا الدرس، وان شاء الله نلتقي باللسن الآخر، ومع السلامة.